مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة نور ودودو. انا عندي لحمة مسلوقة، عايزة اغير طعمها خالص، وبصراحة زهقت من اللحمة المحمرة العادية. هعمل لكم النهاردة حاجة حلوة قوي، هتاكلوها زي المشوية بالظبط. هنعمل خلطة حلوة وسهلة جدا. كل اللي عليك ان انتي اول ما يبقى عندك لحمة مسلوقة هتحطي عليها التتبيلة اللي انا هعملها، هتدخليها الفرن. تعالوا بقى نشوف المكونات ايه. عندنا لحمة مسلوقة اهي، وعندنا كمان البهارات اللي هنستخدمها: شطة اختياري، ملح، زعتر سوري عليه سمسم، ممكن لو مش عندك تستخدمي الزعتر العادي اللي هو ده، ماشي، اللي هو الزعتر ده، وجنزبيل وتوم بودرة وكزبرة ناشفة وملح، ماشي. دلوقتي هناخد الحاجات دي اهي، وهنجيب طبق ونحط فيه صوص باربيكيو. لو مش عندك ممكن تحطي كاتشب او ممكن صلصة، يعني اللي عندك استخدميه مش مشكلة. الحاجة التانية، بعد ما حطينا صوص الباربيكيو او زي ما قلت لكم كاتشب او طماطم، عشان لو مش عندك ما تقوليش مش هعرف اعمل الوصفة، لا انت تقدري تعمليها باي حاجة. هنحط دلوقتي زيت ذرة اهو، وهنحط كمان حاجة مهمة قوي وهتخلي طعمها حلو قوي وهتخلي فيها سنة مزازة كده، بجد هتعجبكم قوي. دلوقتي هنحط خل اهو، طبعا مش كتير، مقدار كأنها معلقة اكل. ودلوقتي هنحط التوابل اللي انا قلت لكم عليها: الشطة اهي، توم بودرة، زعتر سوري، هاخد نص كمية الملح عشان طبعا خايفة انها تكون كتير، فهحط نص الكمية بس، ماشي. اللي عايزة اقول لكم ان الكزبرة في التتبيلة عايزة اقول لكم ان الكزبرة في التتبيلة بجد بتبقى تحفة وريحتها حلوة قوي. كملي بقية الزعتر بقى، عشان الزعتر مهم جدا في التتبيلة. الزعتر حلو قوي ومفيد جدا كمان، وزي ما قلت لكم مش مهم يكون عندكم سوري، انا لما ما بيكونش عندي بستخدم الزعتر العادي، بس بما انه موجود فهستخدمه. هنقلب الحاجه كلها قدامكم كده، طريقة سهلة جدا وتغيري بيها طعم الاكل. والحاجة بقى اللي هقولها لكم اللي هتخلي بجد طعم اللحمة تحفة، ان احنا كمان هنحط عليها فحم، هنولع فحمة نسخنها، وهنحط عليها معلقة سمنة بلدي، وهنحطها في ورق فويل ونحطها في النص، في نص القارب كده، ونغطي اللحمة. ده طبعا بعد ما تاخد وش في الفرن دلوقتي بعد ما فردنا عليها التتبيلة. بصوا يعني هيبقى طعمها روعة، مشوية بجد وبتتبيلة كمان جديدة، وهتغيري طعم اللحمة المسلوقة جدا، بجد هتعجبكم قوي. يعني انا لاني جربتها كتير انا عارفة فعلا، انا واثقة انها هتعجبك. انا ولعت الفرن زي ما انتم شايفين اهو فوق وتحت، ولعته 10 دقايق قبل ما اعمل، وخلاص دهنتها قدامكم، هحطها في الفرن وهنسيبها. هي مش هتاخد ربع ساعة، وهنيجي بقى اوريكم عملت الفحمة وحطيتها ازاي، وازاي طلعت زي المشوية وشكلها حلو قوي، وبألف هنا وشفا. بصوا يا بنات، انا طلعت دلوقتي اللحمه من الفرن، شفتوا لونها جميل ازاي، كانها مشويه بالظبط. وبصوا انا ولعت الفحمه دي على النار زي ما انتم شايفين كده، حطيت سمنه بلدي على الفحمه، وشفتوا الدخان عامل ازاي بتاع الفحمه. هلحق اغطيها بقى عشان تاخد ريحه الفحم واجيبها لكم بعد ما تتغلف، وبألف هنا وشفا. انا خلاص طلعت اللحمه من الفرن وحطيت لها الفحمه زي ما قلت لكم، بجد طعمها حلو قوي. عايزه اقول لكم ان هي نفس ريحه الكباب بجد. الليمون اللي انا حطيته والخل خلاها حلوه قوي، انا عصرت عليها عصره ليمون في الاخر، وحطيت خل مع التتبيله زي ما انتم شفتوا. اتمنى بجد ان انتم تجربوها، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي في الكومنت انتم جربتوها ولا لا. بجد حلوه وهتغير طعم اللحمه خالص، مش هتاكليها مسلوقه تاني، لازم هتعمليها بالتتبيله دي. اتمنى بجد انها تعجبكم، والف هنا وشفا.